دلوقتي إن شاء الله مع جانسن سيمبوزيوم. أستاذ الدكتور عزت علي طبعا غني عن كل تعريف، طبعا برحب بيه وبرحب بالدكتور خالد عبد العاطي أستاذ جاستنترولوجي جامعة اسكندرية. دكتور عزت هيكلمنا على الاستلارة وان اوف ذا يعني effective weapons against IBD long term years of cost effectiveness and safety in IBD management. هنحاول ان شاء الله ننهي السيشن. احنا عندنا الجاذرنج سيشن الساعه 12 في الجراوند هول اللي جنبنا عشان الاوبننج. انا هتكلم على الفاليو اوف استلارا او الاستيكينوماب after long years of cost effectiveness and safety. Do you think ان احنا وصلنا لمرحلة الاسسمنت دي؟ ان احنا هنتكلم مش effectiveness بس، لا ده cost effective plus safety profile بتاعه، وهنخش شوية في حتة ديبثيت سمارت ديسكلوجرز. As regarding the efficacy with safety، ففي comparative studies للeffectiveness of vedolizumab versus استيكينوماب after anti-TNF failure in Crohn's disease او بيسموها الفيرسا سي دي او الانيديا ريجستري. طيب هي الستوري ايه؟ الستوري ان اول ما نزل الاستلارا كان ريكومندد لبوست انتي تي ان اف فيلير، وبالتالي كان لازم الكومباريتيف ستاديز ما بينه وما بين الفيدو الاثنين اللي نزلوا كبوست انتي تي ان اف فيلير، ودي كانت حاجه مهمه 2013 وكانت مهمه قوي لان احنا كنا تعبنا من استعمال الانتي تي ان اف ومش عارفين نعمل ايه مع الفيلير الناس اللي النون ريسبوندرز سواء برايمري او سكندري. دي اول حاجه بتقول لك مهم جدا السرفايفل ريت. يعني احنا مش بس هنتكلم على الكلينيكال، ده فروم ذا ستارت كده كان في سيجنيفيكانت ديفرنس بين استعمال الاستيكينوماب فيرسس الفيدوليزوماب از ريجاردنج السرفايفل ريتس. كانت مصلحه كبيره اكبر كتير جدا باي ييرز ان فيفر لاستعمال الاستيكينوماب. طيب جت منين؟ جت كمان من الديفرنس از ريجاردنج هايلي كلينيكال ريسبونس بسيجنيفيكانت فاليو، ثم كلينيكال ريميشن بسيجنيفيكانت فاليو، ثم الكورتيكوسترويدز. اذا انا لو جيت دلوقتي بحط التي 2 تي او سترايد 2 اللي قالها دكتور الطباخ، قال لقيت انه حقق الثلاثه سو ايزي فيرسس فيدلوزوماب، كلينيكال ريسبونس ثم كلينيكال ريميشن ثم الاسترويد فري، وبالتالي كان لازم يحقق السيجنيفيكانس ديفرنس از ريجاردنج المورتاليتي والموربيديتي طالما قدر يمشي في الاسترايد 2 بالسيجنيفيكانت ديفرنس ده. وبدات حاجات تبان قدام حضراتكم في الـ variability as regarding الـ factors associated with the clinical response و remission و steroid عند week 16، وكانت كلها لمصلحة الاستلارة. ففور اكزامبل كلينيكال، ان من الحاجات المهمة قوي ان الاثنين ما يكونوش دخلوا في مريض سي دي على سيرجري from the start. اثنين الكلينيكال ريميشن، كل ما يبقى activity mild يبقى in favor. استرويد طبعا زي ما قلنا استيكينوماب مايلد اكتيفيتي نو براير سي دي سيرجري اند نو كورتيكوسترويد از ذا بيز لاين. كل ما هتنقي العيانين دول وتبدا تديهم الاستلارا هتلاقيه الريسبونس بتاعه فيرسس استيكينو فيرسس فيدوليزوماب از بريفرابل. ذا سيم از ريجاردنج الادفيرس ايفنت. الادفيرس ايفنت تو سام وات مفيش اي حاجه بينهم از ريجاردنج السيجنيفيكانت ديفرنس الا شويه طبيعه اخذان الفيدو از انجكشن اي في، فكان في شويه مايلد سيجنيفيكانس عند في الفيدو للانفيوجن رياكشن. ولقينا ان الاثنين دول في 835 بيشنت من 30 سنتر 207 تريتد بفيدلوزوماب و600 اراوند 620 استيكينوماب. فيدوليزوماب واز اسوشيتد وذ هاي ريسك اوف تريتمنت ديسكونتينيويشن. لقوا ان الناس الادهرنس في الاي في من الحاجات المشكله، ويمكن ده خلى الفيدو دلوقتي بيتحرك حركه ثانيه انه هيبقى في فيدو سب كات وان هيبقى في فيدو اورا وعيله من عيلات الانتي انتجرين اورا، لان الادهرنس من محققات النجاح في الكنترول.
ايه كمان؟ ان الكلينيكال ريسبونس والريميشن والاسترويد فري ريميشن وير هاير ان ستيكينوماب ذان فيدولوزوماب اند بوث دراجز، عشان بس السيفتي بروفايل ده مهم، هاد ا لو ريسك اوف ادفرس افكت نو ديفرنس بتوين ذم. وكانت الكونكلوجن ان سي دي بيشنت هو فيلد انتي تي ان اف ايجنت استيكينوماب سيمز تو بي سوبيريور للفيدولوزوماب ان ذا تيرم اوف ديورابيليتي effectiveness in clinical practice. However, the safety profile similar. ده كانت الconclusion. فاحنا بدأنا ناخد أول حاجة ونستبلش السيفتي، لكن نبص كمان على الإفكتيفنس. Systemic review meta-analysis comparative efficacy of advanced therapy. هو المسمى الجديد لكل البيولوجيكس بقى كده دلوقتي، ما بقاش بيولوجيك، بقى اسمه advanced therapy in IBD. بسموه advanced therapeutic drug. ATD. خلاص بقى بيستعملوها بالمنظر ده. For achieving endoscopic outcome in Crohn's disease as a systemic review and network meta-analysis. زي ما حضراتكم شايفين البايلوتس وعدد الستاديز بالنمبر اوف بيشنت تناولوا different medications as regarding الانترلوكين 12-23 او اترولزوماب او تي ان اف او جاكي فيرسس بلاسيبو. واضح ان احنا الانترلوكين 12-23 شغال كويس جدا، لكن في شيفت كده ناحيه النيو انكمر اللي هو الانترلوكين 23. لكن الاندوسكوبيك ريميشن ات اندكشن واضح لمصلحه الانترلوكين 23 يسبقوا الجاكي. يجي في النص الانترلوكين 12-23 او الاستلارا، يجي بعديه التي ان اف والاتروليزوماب. ذا سيم للاندوسكوبيك اندكشنز واللي بيسموها الفيفر اوف انترفينشن. ولو في الحكايه دي ان الجاكي انهبيتورز خلاص بقى كل الادفانس دخلوا في الاناليسز، الجاكي انهبيتورز او الجاك ستات والانترلوكين او الانتي انترلوكين 23 بي 19 رانكد هايست فور اندكشن اوف اندوسكوبيك ريسبونس. And there was a paucity of randomized controlled studies of anti-TNF antagonistic reporting outcome with induction therapy. On network meta-analysis, six randomized controlled studies, all agents except Vido were effective in maintaining endoscopic remission compared to placebo. واخيرا ان الانتي-TNF والانترلوكين 12-23 P40 والجاك 1 انهبيتورز والرانكد ذا هايست. حتى ديت عملوا لها رانكينج عشان يريحونا، عشان تيجي الريل وورلد ايفيدنس كومباريزون. كل ده بيقول لك قد ايه هو جايب داتا للافكتيفنس اوف استيكينوماب وذ انتي تي ان اف اور فيدوليزوماب ان السراتيف كولايتس. 1 يير مينتنس ثيرابي بقى ريزلت اللي بيسموها الرانيو سي، ودي كانت اي ثينك دايتش استادي. ادي المنظر بتاع عيانين الاستيكينوماب والفيدوليزوماب والانتي تي ان اف، ودول اللي كانوا على مينتنانس ثيرابي. في البروسبكتيف ران يو سي ستادي استيكينوماب شود سيميلر مينتنانس افكتيفنس كومبير تو استابليش بايولوجيك ان يو سي وذر انتي تي ان اف اور فيدوليزوماب ويز ريلاتيفلي هاير تريتمنت بيرزيستنس اوف يو سي اوف استيكينوماب. البرزيستنس هو الهدف، زي من شويه ما كنا بنتكلم الميكوزال كليرانس او الميكوزال هيلينج هو الهدف. Probably serving a proxy for effectiveness suggesting that additional criteria such as safety patient profile may play an important role in selection of biologics. عشان تيجي الكومباريتيف سيفتي effectiveness of biologics for Crohn's disease او ال CAIBD cohort study. احنا هنبص على الجنب اليمين عشان نشوف كل واحد ادى ايه. الاستيكينوماب فيرسس انتي تي ان اف كانت في اكتر من 1000 بيشنت 64% lower risk of serious infection and no difference in the risk of hospitalization of surgery. لما خدوا الاستيكينوماب فيرسس ادانوماب فورزس فيدوليزوماب في اكتر من 400 بيشنت 80% lower risk of serious infection. No difference risk of hospitalization of surgery. لما خدوا الفيدو versus TNF no difference in the risk of infection hospitalization of surgery. فواضح ان في فروقات مهمه جدا ما بين استعمال الاستلارا versus anti TNF والفيدو versus anti TNF والفيدو
او الاستكينومباب فيرسس فيدو لمصلحه الفيدو الاستيلار. ده الكومباريتيف اللي احنا قلناه. وقالوا في الاخر استكينومباب واز اسوشيتد وذ لوور ريسك اوف سيريس انفكشن كومبيرت تو انتي تي ان اف اند فيدو. دي كانت ستيتمنت مهمه قد ايه رغم ان هو سيستميكلي ما هوش جات سيلكتيف لكنه كان سيفتي بروفايل عالي قوي without any difference in the risk of hospitalization of surgery. The risk of serious infection was similar للانتي تي ان اف versus vedolizumab. تاني حاجه هو ساعدنا في سويتشنج، يعني ساعدنا لما بنقابل مثلا برايمري فيلير وهنشوف الكلام ده. البيسكتس ستادي دي من الحاجات المهمه comparing the outcome of second line biologics in patient with CD. هنبدا نشوف الاوت كام بتاعت الناس حصل ايه وبيقارنوا حاجه اسمها سويتش ويذين ذا كلاس او اوتسايد ذا كلاس. ودي كانت مهمه قوي. ات 1 يير اوت اوف كلاس سويتش بيشنت وير هاير ريت اوف كورتيكوسترويد سرفايفل فري سرفايفل سيرجري فري دراج سرفايفل اند كورتيكوسترويدز اند سيرجري فري سرفايفلز. وادي النتائج بتاعت حضرات قدامكم ليه الاستادي بتقول في الريل وورلد داتا فروم ذيس ستادي شو هاير دراج بيرزيستنس ريت هاير كورتيكوسترويد اند سيرجري فري سرفايفل ات 1 يير وذاوت ويذ وات واز كولد وذاوت اوف كلاس سويتشنج كومبيرد لويزن كلاس سويتشنج. Out of class switching خلاص طلعنا بره الكلاس خالص was similarly associated with higher rate of drug survival in patients of primary non-responder but not in those with secondary loss of response. طب هل الاستلاره كمان له effect على what's called special population؟ ودي خدوها ناحيه الفيستيولايزنج سي دي على طول اللي هو هناخد discuss عليه لوحده كهارد تو تريت. وهنا كانوا عايزين يشوفوا اللونج تيرم افيكاسي والبروجنوستيك فاكتورز اوف استكينوماب ان تريتمنت اوف بيري انال فيستيولايزنج ديزيز. الداتا والريزلت بتقول ان احنا استعملناه ميديان فولو اب مين فولو اب مور ذان 70 ويكس. 69% من البيشنت هاد بريور بايولوجيك اكسبوجر ودي طبيعه الفيستيولايزنج. هاويفر نو سيجنيفيكانت ديفرنس واز نوتد ان ذا استكينوماب اوت كام فور سي جي between the bio exposed and bio naive. I mean ما فرقش قوي في نتائجه بين خدت انتي تي ان اف قبل كده او ما خدتش، لكن النتائج كانت مبهره. بتقول define the effectiveness and 8 risk factors محطوطين قدام حضراتكم اهمت of استكينوماب long term clinical fistular remission in perianal fistular disease which helpful for early identification of استكينوماب beneficiaries. I mean 8 اللي جنب دول اخر فيجر قدام حضراتكم لازم تحترموهم قوي. مونتريال ايج ات دايجنوزيس ري اوبريشن ايفنت فيستولا تايب سي دي اي اي مونتريال لوكيشن اي اس ار بي دي اي بي ام اي. حضراتكم الثمانيه دول لو انتوا قدرتوا تستعملوهم صح هتعرفوا مين عيان بري انال فيستولا هيستجيب للاستلاره او استكينوباب. ففي حاجه بيسموها دلوقتي شفت ان احنا حاجه اسمها بريدكتور اوف ريسبونس واتس كولد رايت دراج فور رايت بيشنت ات رايت تايم. فانا لو حكمت الثمانيه دول هقدر اعرف كويس عياني هيستفيد. طب بعد كل الافكتفنس دي والسيفتي بروفايل هيسمع بقى فلوس؟ واحنا بنتكلم في التامين الصحي واحنا عارفين قد ايه احنا بنتكلم لما عيان بياخد استلاره. تعال نشوف الفكره واحنا بنكلم الناس في التامين الصحي هندخل الادويه الغاليه ولا لا. واحد قال لك والله انا بفكر من الايكونومي بثلاثه ليفل، يا اما انا بيزيميستيك يا اوبتيميست يا اما جاست ان انا ابقى فاهم ايكونومي. فالراجل البيسميست بيقول ان الجلاس نصها فاضي والاوبتيميست بيقول نصها مليان. الايكونوميست ما بيقولش كده، بيقول نصها ويستد. فانا لو اديت فلوس وصرفتها ونصها ضاع مني انا كده لازم اتكلم بليفل تاني خالص بيسموه هيلث ايكونومي. وده مهم لان الهيلث والهيلث كير ار تو امبورتانت برودكت تو ويتش اول سوسايتي كوميتس برودكتيف ريسورس. هما عباره عن بضاعه الهيلث والهيلث كير جوه المجتمع
بضاعة يجب ان احنا نحترمها ونقدم قيمتها. وده خلق الهيلث ايكونومي اللي انا عايز اوصل لحضراتكم، هو الاستدارة حقق قوانينها ولا لا؟ الهيلث ايكونومي هو برانش من الايكونومي كونسرند على الافيشنسي والافكتيفنس والفاليو والبيهيفير ان ذا برودكشن اند كونسامشن اوف هيلث اند هيلث كير. الاثنين البضاعتين اللي احنا قلنا عليها ان هو الفاينانشال اسبيكت of healthcare system. لازم اعرف الكوانتيفيكيشن اوف ريسورسز، انا هجيب فلوس منين وانا داخل التامين الصحي. الافيشنسي، هل انا اقدر احط الفلوس دي بطريقه تجيب فاليو في الهيلث بيربوسز والافكت على الهيلث سيرفيسز، وابقى فاهم ان انا عارف ان بعد شويه هيسالوني انت عملت هيلث ايكونوميك اناليسز ولا لا، وبدات اعرف انا بخسر وبجيب فلوسي منين، واحسب الكوست دايركت واندايركت وانتانجبل وتانجبل. كل دي حضراتكم قد تكونوا مش قادرين، غير اللي جوه التامين الصحي قوي يقرا ان ده بيحصل. اي حد الدوله بتاعته بتقرر تصرف على دواء بتفكر كده عشان تقدر تعدل البالانس وتقدر تثبت الكوست فيرسس الريسورسز. انا مش هخش في حاجات تقيله جدا، لكن هقول ان في الاخر هيحكمنا اسهل تو تيرم، از ات كوست افكتيفنس ولا كوست يوتيليتي، اللي بيسموه الايكونوميك اناليسز. صرفنا بقى احنا النهارده في مؤتمر ايمينولوجي صارفين ملايين في الادويه دي. دو يو ثينك ان واحد زي الاستلاره قدر يخش جوه الفينسينيتي دي ويصلحها؟ الايكونوميك اناليسز اللي انا هستعمله المره دي to ensure healthcare resources are allocated in an efficient manner. So the health economists rely on various types of economic analysis. وانا هتكلم على اثنين، على ال CEA وال COA. طيب الاصل اني هحط money processed في المشين بتاعت الهيلث تطلع output. حسب الاوتبوت اللي هيطلع انا هقول الدواء ده كويس ولا لا. فلو اداني effect هسميها money versus effect, its cost effectiveness. صح كده؟ طيب اجي الكوست افكتيفنس، صرفت بروسست في البيشنت والدواء طلع الافكت. تعال بص الاستلارة عمل ايه. كوست افكتيفنس اوف استلارة ان مودريت تو سيفير كرونز ديزيز في السويد. مهمة جدا، الناس اللي صرفت وصرفت زينا اكتر. ذا ريزلت انديكيت استكينوماب دومينيت ادالوموماب ان كونفنشنال كير فيلير بوبوليشن and is cost effective versus vedolizumab in anti-TNF failure. فلو قورن بالفيلير اوف كونفنشنال هو محقق كوست افكتيفنس، ولما قارنوه افتر انتي تي ان اف يعني هستعمل استلاره ولا هستعمل فيدو كان كوست افكتيفنس. اتس كوست اتس ماني. هو هنا انا بتكلم، خلاص انا بتكلم في تامين صحي بيصرف ملايين، عايز النهارده يقول لي انت عليك قد ايه واديت بنفيت قد ايه. اتس كوست افكتيفنس. واجي كومباريزون في الريل وورلد هيلث كير ريسورسز يوتيلايزيشن امونج ادفانسد ثيرابي نايف بيشنت. وتاني اللي هيجي في الكلام بعد كده مفيش حاجه اسمها بايولوجيكس، كلهم ادفانسد ثيرابيوتيك دراجز. الترمينولوجي بيتغير، وبحب اوصل لحضراتكم ده بدري عشان نستعد لما نتكلم في محاضرات ما نقعدش نقول هو ده كان معناها بيولوجي، لا ده اتس مين. هم هنا قالوا ان احنا هناخد الاي جي تي ادفانسد دراج ثيرابي نايف وهنشوف كوست افكتيفنس. بس شافوها بقى هو بياخد قد ايه من الهيلث كير ريسورسز، كانت لمصلحه الاستلارة versus فيدولوزوماب بطريقة غير عادية in real world patient. ال ADT naive with UC who are treated with استكينوماب had significantly reduced health care resources utilization compared in those who are treated with فيدولوزوماب. cost effectiveness. يجي الأصعب cost utility. هدفع فلوس؟ عايز فلوس. هنا مش افكتس، هنا بعد ما بقى كويس راح اشتغل فجاب برودكشن فجاب فلوس. فقررت انا اقارن بقى على ليفل اوف انشورنس، هو انا صرفت في الاول وشغلي في المصانع شغال كويس، ذاتس ات كوست يوتيليتي. ما سكتش الاستلاره عشان تيجي الكاتس الكنديان وتتكلم في الحته دي بتفاصيل رزله شويه وتقول احنا هنشتغل بس بعد حاجه اسمها دراج ريفيو.
هنجيب الماني بيرز وهنجيب المرضى وهنحط اناليسز وهنشوف المنظر ايه. مش هخش في تفاصيلها قوي، لكن من الحاجات القوية جدا انك تروح تقرا في الحاجات دي عشان تعرف وانت بتكتب دراج غالي في حالات من شوية كنا بنتناقش في تشخيصها المنظر قد ايه. لكن هنا قارنو فيرسوس توفا فيدو انفليكسوماب اداليموماب جوليموماب او كونتينيوس اوف سترويدز، كل البارامترز اللي بنمارسها في الاي بي جي كويس. وقالوا ده الكنديان بابليك هيلث كير بيرز، هم دول البرسبكتيف اللي هناقش معاهم اللي بيدفعوا الضرايب، الناس اللي بتصرف كويس. وبداوا يشوفوا السيكونس اخبارها ايه، ممكن نستعمله في النون بايولوجيك فيلير وممكن نستعمله في البيولوجيك فيلير بوبوليشن. لكن قالوا في النون بايولوجيك فيلير استكينوماب ووز ذا اوبتيمال ثيرابي ات ذا ويلنس تو باي، ويلنس تو باي خلاص لو عايز تدفع كويس فهو ده. في مين؟ في النون بايولوجيك فيلير. بس حطوا حاجه اسمها ثريشولد اوف ماني، لما هتدفعه تقارن بقى اوكي. والثريشولد ده كان اهو زي ما قدام حضراتكم، انا ما شرحتش الكيو اي ال اي الكوالتي ادجستد لايف بير يير، ما شرحتهاش دي من ضمن الحاجات ما رضيتش اخش فيها في الكوست اناليسيس. و فور بايولوجيك فيلير استكينوماب ذا اوبتيمال ثيرابي از ويلنجز تو بي في ثريشولد مختلف. يبقى والله لو ما كانش بيولوجيك فيدير محسوب له رقم، لو جاب الرقم ده الاستلارة احسن كوست يوتيليتي. طب والبيولوجيك فيدير طبعا الرقم بتاعه البيزمنت هيبقى اعلى عشان الكوست اعلى انتي تي ان فيدير. فلو وصلت للرقم ده وجيت اديته استلارة، استلارة از بيفرابل رغم وجود هذه الليميتيشن. اذا انا بشتغل وانا حاطط في دماغي كل الكلينيكال براكتس بلس التارجت، بشوف في اللونج تيرم بستعمل الدواء امتى ايرلي، باسس البروجنوزس، بستعمل سترايد 2 تي 2 تي وازاي اتحرك جواها، بعمل تايت مونيتورنج لان الالتيميت تارجت از ريتيرن تو نورمال لايف. الهيلث ايكونومي فيري امبورتنت، هاو تو ماكسمايز ذا هيلث اوف ذا بوبوليشن جيفن كونسترند هيلث برودوسينج ريسورسز. ما تنساش الداتا اللي انت بتجمعها دي تروح تقعد مع المسؤول عن الايكونومي عشان هو مش عنده كل الداتا، لكن هو هياخد الداتا منك ويعمل حاجه اسمها الاكسرسايز بتاعه ويحسب الكوست افكتيفنس والكوست يوتيليتي عشان يوافق لك. احنا ما كناش واحنا بنتكلم النهارده في الاستلاره قصدنا فويس اوف ايكونومي ولا فويس اوف هيلث، احنا بنرجع الناشونال هيلث انشورنس لفكره الهيلث ايكونومي. شكرا لحضراتكم. Thank you, Professor Izzet, for this elegant presentation as usual. عايز اسال حضرتك as regard the health economy and cost effectiveness. عندنا احنا في لجان الانشورنس، هل هيكون more cost effective لما patient يفيل anti NF ان انا لو انا عندي امكانيه ان انا switch within class to another anti NF، بس انا عارف ان احتماليه الفيلير هتكون عاليه. في نفس الوقت حاليا احنا عندنا يعني التحاليل نقدر نستخدمها تو اوبتمايز اي دراج بقت فيري اكسبنسيف وكوست عاليه، هل ويل بي مور كوست افكتيف تو شيفت تو ستيلارا بدل ما اعمل الستابس الثانيه؟ هو ده ايفيدنس بيزد احنا لسه قايلينه، ان احنا حتى جوه البروتوكول بتاعنا كاتبين الماكسيمم تايم 1 يير فور 1 انتي تي ان اف طالما حصل له سكندري لوس اوف ريسبونس بكل البارامتر اوف السكندري لوس اوف ريسبونس، ان يتكون لي انتي بوديز، ان الدراج يبقى ليفل عالي ومش قادر يعمل الافكت. وده لما جينا حطيناه سالونا في الروما انتوا ليه مصممين 1 انتي تي ان في فيلير بعد 1 يير؟ كانت الداتا مستخبيه. احنا عارفين ان لما جينا قلنا اوت اوف كلاس ويذين ذا كلاس، لان ان الاوت اوف كلاس بيحقق احسن حاجه في سترويد فري، سيرجري فري، هوسبيتاليزيشن فري. فاول ما بتطلع بره الكلاس لكلاس تم استهلاكه لمده سنه، احنا شايفين ان هو حقق بقى مش كوست افكتيفنس بس، لا ده كوست يوتيليتي. الناس دي بعد ما كانت قاعده فوربيدن في وخايفين في بيوتها وبينزلوا من الاوتوبيسات يدوروا على تويلت، رغم انه عارف ان هو بياخد بيولوجي ويقول لك انا مش مستفيد، مش حاسس ان حضراتكم الدراج اللي بتتكلموا عليه ده عامل نتيجه، وتيجي تحوله على
حاجه زي اللي اتكلمنا عليها الاستلارا او الاستكينوماب وتلاقيه بعد الاندكشن يقول لك there is a big difference، فده يحقق لك البروسبكتيف. جاست 1 يير جاست، بس اعمل كل ما تمتلكه من غير اوقات ما تستهلك فلوس. بعض السنترز ما فيهاش ميجر للدراج ولا ميجر للانتي بوديز، فالمخرج ليهم هو ال 1 يير ثيرابي. ثانك يو. في اي اسئله من I hope ان المسجز تكون وصلت سواء للستيشن الاولانيه، واللي احنا بصدده النهارده التامين الصحي مش جهه صرف دواء قد ما جهه بتمانج كل ده، بتمانج الدواء، بتمانج الفلوس، وفي الاخر ستسال. يعني كل الناس اللي بتشتغل في الفيلد عارفه كويس جدا وهي بتريفيو الريكوستات للبيولوجي ان في الاخر احنا في موطن سؤال من الاول، هو يحتاج بيولوجي ولا لا. واوقات بنرجع الدواء ودكتور حسين تلاقيه يبعت يقول لك لو النبي اطلع من الكلاس ده، الكلاس ده الداتا بتاعت الريفيو انا شفت 12 مره عمال ياخد نفس الدواء مش عامل افكت، ورغم ذلك في بيرزيستنس نكرره. فبرضه الكوميتي محقق درجة من النجاح بالذات لما بتريفيو الهيستوري بتاعت العيان ووقت يقول له لا هو الأحسن حركه كده أو حركه كده. دي زي ما قالها دكتور حسين محتاجة مور أم مور سوبرفيجن ومور نزول في الفيلد بتاعت اللجان وظبطها. شكرا حضراتكم.